وقعدت السنه الاولانيه استون فيلا في الدوري، وكان تريزيجيه. خلينا نروح نشوف واحد من اساطير استون فيلا، حاجه كده زي اسم كبير جدا عندنا يعني. خلينا نروح نشوف هذا الاسطوره ماذا قال عن تريزيجيه ونرجع نكمل مره اخرى. Villa's confidence away from home was apparent from the start. Kevin Gage swung in the cross. Gary Thompson's head did the rest. Message for Trezeguet. Get well soon, big fella. You've since you came to England, you represented Aston Villa. You've represented the club with pride, and so the Villa fans are delighted to have you here. We were very sad when you got yourself injured. Hopefully, you'll get well soon. You won't be too long before you're back in the claret and blue. Every time you've played, you've always given 100%. You've scored some very important goals for us. And so we do miss you. Even though we're bringing in other players, there'll always be a place for you, Aston Villa. You've been fantastic so far. And hopefully we'll see you back soon. Long may it continue. Take care. Bye. ده أيضا تومسون، واحد من يعني أساطير أستون فيلا ومن هدافين أستون فيلا في الثمانينات. اه طبعا كلام جميل والله. الواحد انتوا عاملين لهم مفاجآت كتير جدا لك. لسه ده احنا اليوم طويل، احنا عندنا كتير، بس يوم يعني جميل والله. لو تقدر تستحملنا للاخر وجمهورك طبعا. والله انا بقول كل الكلام والله من قلبي والله، مش محضر اي حاجه خالص. عشان كده احنا دايما انا مبسوط جدا بالحلقه دي، ودي من احلى الحلقات. الواحد بقاله مثلا، انا بقالي 10 سنين بشتغل في الاعلام تقريبا او اكتر شويه، من احلى الحلقات. لان انت بتتكلم يعني، انت ولا مرتب حاجه ولا يعني اللي بيجي في دماغك بتقوله. حتى لما تيجي تقول مش هقول اسم نادي، تقول بعدها بالدقيقه يعني، عارف اللي هو ايه يعني. كلام جميل جدا.